طبيبه هي طبعا الفن مش لي هواية، لكن هواية يعني أنا أجيد إتقانه تماما، ما له كلام ده يعني فخر، هو فخر لي لكن ما بكبر من قومي في البوليس فهي لا عملت يعني يتحدث عن ذلك. نعم أنا قلت لهم مشكور تكثير. ما يحتاج ما يحتاج تكثير. الجو مالته وكذا انطباع الجغرافيا. صحيح. فأنا اللوحة دي عبرت فيها عن نفسي وهي بتمثلني تماما. هي نسميها الطيور المجنحة، المجنحة يعني ما عندها أجيال حلوة، فهي فيها اثنين من الطواويس، طاووس ولو لاحظتوا له وده ظاهر هنا، ده طاووس أحمر وده طاووس أخضر، راسه راقد في الثاني، هي زي حصان جاري زي يعني طيور أو حمام أو أي نوع من الطيور بدون أجانحين. كل اللون الابيض ده بيمثل لي الطيور المجنحه. فنحن في السودان هناك عندنا يعني معلش بالسياسه لكن في محدوديه وتكبير لبعض الناس. فانا دي انا عبرت عن فريدم اوف سبيتش باللوحه. ايوه بالظبط. فهي يعني امر داخلي او باطني من العقل. الرب فهي حلوه. تسلم.